لو الحكاية فيها إن فيتو ارجع اللي انتوا فيها ديكم شايفين الناس هنا رجع مجلس الأمنة وارجع لنا اللايحة والأمور وافتح باب العدويات لأن مفيش حزب اسمه حزب قطاع خاص تنقي منه اللي يخش واللي ما يخشش ربنا خلقنا كلنا زي بعض وأي واحد عايز يخش الحزب ده يخش وهيخش غصب عن عين أي حد ما ينفعش فبنقول له من هذا المنبر اقفل بقى المحبس اللي انت قافله على الناس ده افتح العدويات رجع الناس المؤسسين وديهم عدوياتهم ورجع مجلس الأمنة ويدار مدخلك الشر يا ريت مش عايزين لحد يتوسط ولا نخبة ولا حاجة باشمهندس أردت حضرتك في البداية فيتو